سعيدين اليوم بالمشاركة في الإعلان أو الإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بالإنفلونزا. بالنسبة لمركز أبوظبي للصحة العامة يشرف على تطعيمات الإنفلونزا من خلال تعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة الصحة والجهات الصحية المختلفة، والتركيز على تطبيق الحملة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مختلف القطاعات، وأيضا تركيز على توفير التطعيم في المنشآت الصحية المختلفة وتوعية المجتمع، كافة أفراد المجتمع، بأهمية أخذ لقاح الإنفلونزا بشكل مبكر قبل بداية موسم الشتاء في الدولة. طبعا هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، وهم فئة الأشخاص كبار السن أكثر عن 65 عاما وما فوق، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة سواء مختلف الأمراض بما في ذلك الأمراض التنفسية المزمنة، والأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعة لأحد الأسباب، وأيضا فئة الأطفال والسيدات الحوامل. وبالتالي نحاول التركيز على هذه الفئات كأولوية لأخذ اللقاح، ونشجع جميع في أفراد المجتمع لأخذ اللقاح للوقاية من مرض الإنفلونزا وأيضا للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا.